شدد الباتريارك الماروني في لبنان بشارة الراعي على أنه لابد من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات وتكون مدخلا للوصول إلى حلول لأزمتنا. وخلال كلمة له أعقبت لقاء مع الرئيس ميشيل عون بقصر بعبدة، دعا الباتريارك الماروني إلى أهمية أن يتعاون الجميع لمساعدة الشعب معنويا وماديا حتى يتخطى هذه الأزمة. حكومة بدها تكون فدائية لأنه بدها تواجه كل الصعوبات الموجودة بلبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية، وخاصة إنجاز ما يسمى بالإصلاحات في الهيكليات وفي البنى وهي مختلف القطاعات. لابد أن تطلع الحكومة كمدخل، مش معناها نحلت كل القضايا بس مدخل للحلول، ونحن هيدا بدنا نتمناه أنه تصدر بأسرع وقت ممكن، وهيدا منصلي من أجله أنه يصير، ومنتأمل أنه يقدر في خيمة الرئيس ودولة الرئيس المكلف يتمكنوا من إنشائها بأسرع ما يمكن. أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان نفي المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف المطار عن العمل وتأجيل رحلاته. وأكدت المديرية أن ما يتم تداوله غير صحيح وأن الأمور طبيعية في مطار رفيق الحريري الدولي. وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني أن انقطاعا جزئيا حدث للتيار الكهربائي جراء عطل تقني في قاعة الانتظار وتسليم حقائب الركاب. وفي محاولة لاحتواء الأزمة في لبنان، طالبت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بإلزامية تسليم الكميات المخزنة لديها من المحروقات والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900 ليرة، أي على السعر الرسمي الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار مصرف لبنان لتحديد المرجعية المعنية بتسعير النقد الأجنبي مقابل الليرة اللبنانية سعرا واضحا رسميا لسعر صرف الدولار، وهو الأمر اللازم لاستيراد المحروقات مجددا.